بسم الله، السلام عليكم. كيف واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عاودنا رجعنا، عندنا خطيمه راح نكملوها اللي هي تاع كنا نجيبوا المره اللي فاتت، قلنا نجيبوا فايجه تاع البقر اللي باقيت هم عيطوا عليها، والزريعه كملناها وباقين القبار خرجوا حطوه اذا كفانا الحال، والطبة تاع الفرصة اللي لا يحمل قبل مجد وجدت مع الجليد برد الحال عليها، شغل وجدت قا شوية فوق الارض الجليد دمرها، لازم درك تجيب لها اللي تقراطي الحشيش هذيك هي اللي مال ماضين والدور اللي خدمت بها المرة اللي فاتت، درست بها الحصيدة ودرت عليها فيديو، هذي كان يعاود جبتها باش الحشيش تاخده تقرض وقع ما تخليه راك فاهم، ويعاود هذيك من تجي تخلف تلحق لها مع اواخر الصيف مع الدخله تاعو هذيك مع حمال حال تجي طالعه زينه، ونضربها بشويه كبار يقطع لها العروق خدم خدمه مريقله خليها غير بال هذيك كيفاش ما يجيب ربي فيها بلاك تنفعني، والله لا تنفعني واللي الواحد يحصل فيها بوط فيها زينه خليها قريبه ليه خير من نشري فيه الجماعة ينشري عليه ماك عارفة البوطة واحدة وين تبن هذا هاني نشري فيه، والفص هاي الداخل في البارك هذا راني نشري فيها 70-80 فصة، والتبن نشري فيه بربعين 45 البوطة فيك تال معلم، عدي الماتريال عدي الارض نخدم عند روحي لا نشري من بار، هذه هي نبداو كراحة الخدمة وقيلة راح نجيب بل السماء راح نجيب الباقرات بل نتهنم الهنام كل مرة نين عقب نعقب نتهنم المرة راح نجيب ندو الرونو ندو الرموركة تاع البقري وندو الطيطة نبعث خدام يروح يديه ونكره هذا انا ترى نبداو and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach.
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. واللي يكون سلك شكون بلاصة اللي نحكي في تازي واللي يرجع الله الله كان كمل قدام واللي قدام قدام قاعوا ما عليهش مشكلة يدرها لك اللور طيس ضيق هذي والله قد تحصل قاعد هذي ذاك قد نوخرها يا لطيف صادر اللي قاعنا كنا خليتها ما غسلتهاش نغسلها ونقارو نكملوا المرة الجاية ان شاء الله المرة الجاية راح يكون فيها نحايد فيها القبار ونخوض الزرع باش ينوض وندير له لونغري فاهمين تنساوش يا ليكيب عطونا لايك وتعليق مريقل ريقلونا الحالة راكم قاع والو راكم قاع رقود ولا ضاربكم البرد ولا مش عشا بيكم ها حرفكم شوي نشطونا التعليقات الله باش تزيدوا تحفزونا اكثر ونولوا احنا يا راكم فاهمين
ولون نفروها زين. احنا في رواحنا نعرف وش نخدم، فهم كما انتم تحفزونا في التعليقات نزيدوا احنا نكملوا اكثر واكثر. هذا ينقص الحصادة صح. بسم الله. اصبر شوف. كذاك المخلوق هذي راها هالكتكات هالكتكات. مرة واحدة يغسلها ويقاري هل الموسم الحصاد ان شاء الله راح 6 شهور ولا 7 باش ننوضها. باش بعد ما ننوضها بعد 6 شهور ولا 7 نفخنا ديد زيدنا الحصاد ديد زقا والله لا بوت تعوت اش صاري يا ودي اني حاير انا كيف نقعد كيف نفقت بصح جبت بوت ديد اللي قلت في اللي كنت مونتاج فيه كنت مبرمج فيه شرحت وقع لي كاع التراكتور تخدم مريقلي الا الدز حرطاني ذا اللي قركب عليه 4 سكك ونحكم به الجبل تم نكابري فيه نطيبو تعرف شو معناها نطيبو نطيبو زين باش يتربلو هاد العقلية تاع لصق لك الفيتازا ولا نصارجي الرمور كتبن نعطيو الحس مع طريق اللور نوريه سرحلو الفيتازا زين تروازيام دوزيام بروميير كاتريام ماكس ريتور الولاد عليك كاش وسخة كاش قاع حية قاع تسرح تروح قاع هذا ما يليق لازم ولا صار ولا والطريق تعطي ماكس ريتور مليح يا ابوي الله يبارك راهي 77 اللي كان يا تري صبار نكبر وانا ثاني صحة وهذه هي ليكيب متنساوش تهلاونا في الفيديو المرة شي نكملكم باقي الخدمة و كاش حاجة تقولنا في التعليقات البقرات اظن جبت منو على تاع الحليب البقر والحلوب هما اللي كاتبين هذاك تاع البقر والحلوب وكاين تاع اللحم كون فاهمين حنا نخدمو الحليب راه حنا نخدمو مزرعة اما اللي يخدم اللحم هذاك راه يخدم شغل بارك سبيسيال ما عندو لا ماتريال لا والو يخدم قا يشري من البر ويجي ويسملهم يعاود يبيع راكم فاهمين يبيع الجزارة لا والو حنا نخدمو الفلاحة واطلع قصرح بهم من هيه العشب وهذه هي راكم فاهمين هيا تهلاو في رواحكم والمرة الجاية ان شاء الله نتلاقاو في ساعة